فاطمة، أنا آسفة لإبقائك منتظرة. سأعطيك الحليب الآن. ما هذا؟ عليك أن لا تفعلي هذا ثانية. ألا يمكنك البقاء هادئة إن ابتعدت عنك يا ريم؟ تريدين مني أن أعمل آلة حاضنة للأطفال؟ صحيح، هذا صعب علي. ممكن، ولكني لم أرعى أبدا طفلا في حياتي يا نادين، أنت تعرفين هذا. لكن ليس لدي فكرة كيف تعمل هذه الآلة. كل ما عليك القيام به إطعام الطفلة، وضعها في السرير، ولا تبعدها عن ناظرك. ها؟ لا أبعدها عني؟ لا يمكنك التكهن بما قد يفعله الطفل إن غفلت عنه. على أي حال يا عبقرينو، فهي طفلة لطيفة. كلا، أرجوك، لا أعرف كيف أرعاها بطريقة صحيحة. الأمر بسيط، إنها رجل لطيف يا ريم. لا 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 نادين، أرجوك أرجوك لا أستطيع. ماذا تفعلين يا ريم؟ أعيديه لي. إنها أعجبت بشاربيك. لا تبكي يا عزيزتي، يمكنك البقاء هنا معه واللعب بلعبتك المفضلة. كلا يا نادين، انتظر يا نادين. لم أقل شيئا بعد. حسنا، إن كان هذا يفيدها فلتلعب. ريم، كوني طفلة لطيفة، دعينا نرى إن كان هناك شيء أستطيع استعماله. هذا يبدو جيدا. هذا أيضا. هذا لا يفيد. انظري لهذا. ماذا تفعلين يا ريم؟ ماذا تفعلين؟ ريم، تعالي هنا وأحسن التصرف. توقفي عن هذا. هل هذه طفلة نادين؟ عمك نادين طلبت منها الاعتناء بريم، ونادين طلبت مني أنا أن أعتني بريم. كم الأمر معقد، وأنت تريدني أن أعتني بها الآن؟ فقط حتى أنتهي من عملي. كل ما عليك أن تفعله هو أن تنومها فقط. ماذا تعني بقولك؟ كنت أريد أن أخذ غفوة وهو يرغبني على لا تفعل ذلك ثانية. أحس برغبة في البكاء. اتفقنا؟ إنها بأمان هنا. أنا تعب تعب. حسنا، اصبحين على خير. كابول كابول، لقد أتممت صناعة الحاضنة. أين ريم؟ لا تقلق، إنها هنا. ماذا قلت؟ ريم، أين أنت؟ ها؟ ماذا تهاها؟ ما الأمر يا كابول؟ يا ريم، يا ريم، إنها ليست هنا. ماذا؟ ليست هنا؟ لقد وضعتها هنا قبل أن أنام. حسنا، دعني أنظر في الداخل. ريم، 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 أين ذهبت؟ إنها ليست هنا. حقا؟ عليك أن تفتح عينيك قبل البحث عن شيء. حسنا، فلنبدأ من جديد يا كابول. هيا. لا سلطة لك علي، ما فهمت؟ كابول، كيف تراها؟ سيئة للغاية. صنعت هذه لريم وتريد تجربتها علي؟ ها؟ ما هذا؟ لو ظهر بها خطأ ستتضرر ريم، إنها خطرة جدا. أكيد هذه نادين. كابول، اعتني بها جيدا. لا يهمك ما يحدث لي؟ ها؟ كيف يمكن لطفلة أن تفهم لكل هذه الأزرار التي على الآلة؟ هه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 ه
أنت رجل يعتمد عليك يا عبقرينو. هذا لطف منك يا نادين. لقد نسيت إغلاق الباب. لقد عملها بدون إرشاداتي. أشعة التنويم لا تزال عاملة. هيا انهض انهض كمان. أين ريم؟ ما هذا؟ ريم أين أنت يا ريم؟ إنها ليست في البيت وليست في الساحة. ريم كابول، جئت ألعب معكم يا سحاب. لا وقت للعب، لدينا طفلة مفقودة. هل تعني طفلة صغيرة؟ هل رأيتها؟ رأيتها؟ أين شيئاً يا نادين؟ هل لك بأن تخفف السرعة رجاءً؟ أوه آسف آسف يا نادين. كعبول ماذا عنك؟ حتى الآن لم أرها. لا أظن أن هذا يفيد. لما لا نتوزع في اتجاه هاي؟ كعبول اذهب من ذلك الطريق. انتظر دقيقة، علي أن أمشي عندما تتوقف. نعم تباً. ماذا يجري هنا؟ ممتاز، رائع، مفيد، مفيد جدا. نعم توقف توقف، ما هذا؟ لقد وضعت يدي على الجرار، على الجرار الخطأ. ليست هنا أيضا. أوه ريم أين أنت؟ أوه ما هذا؟ ما الأمر؟ أوه ما هذه الزحمة؟ هناك شرطي سير، ترى ما الذي يحدث هناك؟ أوه ريم ما بك؟ أين ريم؟ على السطح. حسنا حسنا فلنذهب. يتسرب من البالون، علينا أن نمسك بها قبل أن تصل إلى الأرض. أسرع يا عبقرينو، أسرع. آمل أن ننجح. يا إلهي مريم، انتظري. الحمد لله أمسكنا بها. ريم أين كنت؟ أين كنت يا ريم؟ ها؟ لقد شبعت. لقد قضينا يوما عجيبا بالأمس، أليس كذلك؟ الصغار لطفاء طالما بقوا هادئين. نعم أوافقك على ذلك. من يكون ترى؟ انظر من بالباب يا كعبول. من بالباب؟ صباح الخير يا كعبول، أريد أن أطلب منك معروفا. الطفلة عندي مرة أخرى، هل لك أن تعتني بها حتى أنهي تسوقي؟ أرجوك كعبول. ماذا؟ لا أريد أطفالا بعد اليوم. ما أثقلها، ثقيلة جداً.
ألا ترى يا كابول أنك تأخذ معك الكثير من الأكل لنزهة يوم واحد؟ لا أظن ذلك. بهذه الطريقة أستطيع الأكل كما أريد تحت السماء الزرقاء. انتظر لحظة. ترى هل سيسمحون بأخذ هذه الشنطة الكبيرة في القطار؟ لا أظن ذلك. أنت تتبع نفسك يا كابول. يا بايا هذا هو قطارنا؟ بالضبط. أسرع يا كابول أسرع. مرحبا نادين، مرحبا هشام. كانني أحلم بمصاحبة عبقرينا في نزهة. صباح الخير سيدة رفيعة. مرحبا سيدة عبقرينا، تفضل اجلس. شكرا لك سيدة رفيعة. هل سيغادر القطار الآن يا عبقرينا؟ لا أعرف تماما. يوجد لدينا 15 دقيقة يا جدتي. جدتي كابول أين هو؟ ربما يقوم ببعض التمارين التمهيدية للنزهة فقط. ها؟ تمارين تمهيدية للنزهة؟ سأخذ كل هذا مهما كلف الأمر. الحطيبة تعلق. حاول مرة أخرى. لما أنت هنا يا مجاكس؟ أنا ذايب معكم يا صحابي للنزهة. لم أسمع أنك ضمن مجموعتنا، ما هذا؟ ألا يمكن أن ترحب بي يا صديقي بدون إزعال؟ يا لك من نذير سوء. إنه رائع، أريد أن أذهب لكابينة السائق. أترك القطار قبل أن يعثر علينا أحد. كابول لا داعي للقلق، إنني أمزح. صحيح، لكل سائق مساعد. لنرى إن كان هناك واحد ملائم لهذه الوظيفة، واحد ذكي وحلو المظهر. حسنا، لا أحب التطفل، ولكن إن أنت أصررت على البقاء دعنا نرى ما الذي أستطيع أن أعمله من أجلك. كيف يمكنك أن تغير رأيك بهذه السرعة؟ حسنا لنذهب. حسنا يا مساعد العزيز الذكي والجميل، فلنخرج النار. الأمر محرج. حاضر سيدي. لننطلق. لا تفعل ذلك. لا لا لا، أظن أن الوقت مبكر لتحرك القطار. هل فاتك عبول القطار؟ كان متحمسا جدا لنزهة اليوم. هذا جيد، لست بحاجته هذا الكلب الغبي. ماذا نفعل؟ إنه يتحرك. سنوقفه إذا قدرنا. نعم، ولكن لا أعرف كيف. حسنا إنه يصبح أسرع. أنت السائق الآن، أنا سأساعدك. انتظر انتظر، إننا نتحرك بسرعة. ما الذي يجري هنا؟ ماذا يحدث؟ أظن أن هناك خللا في الخاطرة. أنا ذاهب لألقي نظرة. أظن أن هذه هي الكوا. نعم سيدي، أنت القائد. أنا الكابتن. نعم كابول. يا له من كلب صغير الآن. حسنا. أيها الدافع والغبي، من طلب منك ضبط الكوابع؟ آسف. ماذا سنفعل الآن؟ كابول ومشاكس، فعلتماها مرة أخرى. سألقنكما درسا لا تنسيان. Let's go.
هدوء! عليكم أن تنزع ذلك الرابط. حاضر. لابد أنه هذا. إنه صاب. أسرع يا كابول. لقد خرج. ماذا تفعلت علينا هذا الجانب؟ أبقرينا. كابول لا تغلق. ستكون بخير. أعرف أعرف. ترى متى سيتوقف هذا؟ الأول لحق السماء. سنتحطم. أنت جاهز؟ هذا الوقت المناسب أن تثبت أن اختراعي رائع. طلب. شكرا عبقرينو. ما هذه الآلة المضحكة يا عبقرينو؟ ها؟ هذه الآلة تستخدم لتعزيز القوة المغناطيسية. صنعتها لمثل هذه المواقف. إنها ذات قوة مغناطيسية قادرة على جذب وتنافر أي شيء مصنوع من الحديد، مثل هذه القاطرة مثلا. حقا؟ حسنا، لنجرب التنافر هذه المرة. سنبدأ. نسيت أنني هنا لإنقاذه. انتظر. لماذا يفكر بحق السماء؟ ها؟ لقد توقفت. سأتي لإنقاذك يا كابول. ما هذا؟ افتح الطريق. افتح الطريق كابول. سألحق بك. سأستعمل المواجهة التهوم المغناطيس الآن. هل نبدأ؟ ليس هذا ما أريد. أوقفه من فضلك. الجبل الذي أمامنا يبدو أنه يحوي كثير من خامة الحديد. لا أستطيع استعمال الموجة التهوم المغناطيسية، وإلا سندفن هناك أحياء. ماذا سنفعل الآن؟ أنا آسف يا كابول، آسف، بذلت قصارى جهدي. إلى اللقاء، إلى اللقاء الآن. أنا آسف يا كابول، آسف، إلى اللقاء. لا يوجد خط لسكة الحديد هنا. أنا أخاف. عليك يا كابول، سأسحبك إلى فوق. أسرع من فضلك. أنا خادم، أنا خادم. أنا بخير عبقرينو، ولكن هل يمكن استعمال الموجة الكهرومغناطيسية؟ بالطبع لا، لا، هذا ما يحدث. كم هو مذهل، كم هو مذهل يا عبقرينو. سعداء بعودتك. لابد انك قضيت وقتا ممتعا في القطر يا كابول. خذني معك في المرة القادمة. بدون مزاح، بدون مزاح، لن اركب ذلك الشيء مرة اخرى. انت شخص يعتمد علي يا عبقرينو. حقا تعتمدين علي. انا جائع جدا، لما لا نتناول طعام الغداء الان؟ كم هو رائع، الهواء نقي وغداء كابول ممتاز. ممتاز؟ ماذا تعني؟ إنه كله في معدتي. ماذا؟ أنت تمزح؟ أنا أكره الرحلات.